أسطورة الكنز المفقود فيلم عالمي تم تصويره في مناطق مختلفة من ليبيا عام 1957، وتم تصوير أجزاء كبيرة منه في غدامس وتحديدا بمناطق القلعة وبحيرة مجزم ومنطقة الرملة المتخمة لقرية تونين. على هذه الرمال دارت أحداث فيلم أسطورة الكنز المفقود، والذي تشارك في بطولته الممثلة الإيطالية الشهيرة صوفيا لورين، ونجم هوليود النجم العالمي الأمريكي جون واين، والنجم الإيطالي روسانو برازي. وما زالت بعض المعالم التي تم تصوير فيها شاهدة على عراقة المكان وتاريخه الزاخر، ولعل أروقة فندق عين الفرس بالمدينة تنطق بما دار بها من حوارات بين فريق العمل ونجوم الفيلم طيلة فترة التصوير. صوفيا لورين إحدى أبطال الفيلم ما زالت صورتها عالقة في أذهان بعض سكان المدينة ممن كانت تجالسهم، حيث أنها كانت تجالسهم وتتجاذب معهم أطراف الحديث لتتعرف أكثر على طبيعة المنطقة وكيف تمكنوا من تنفيذ تصميم المكان والذي لم تخفي إعجابها به. وتدور أحداث الفيلم حول مغامرة للبحث عن كنز مفقود بمدينة قديمة تقع بأحضان الصحراء. يصل بول بونارد إلى مدينة تيمبكتو في مالي ويبحث عن دليل يقوده في الصحراء الكبرى. يعرض عليه الأمريكي جو خدماته رغم أنه يجهل أهداف بول في رحلته هذه. أما ديتا فهي سيدة تصادق بول وتتبعهما في الصحراء، ليصل الجميع إلى المدينة المفقودة الشهيرة، ويتضح أن سبب رحلة بول هو العثور على كنز كان قد قبأه والده قبل إخفائه. وتدور أحداث الفيلم في قالب المغامرة والتشويق. وثيقة مصورة لمعالم من ليبيا والصحراء الليبية بمناظرها الخلابة لمشاهد من مدينة غدامس العريقة ومدينة زليتن ولوبدا الأثرية، تشير بكل وضوح إلى تميز المعالم السياحية في ليبيا وثراء ما تملكه من موارد وإمكانيات تفطن لها العالم منذ أمد بعيد، وجرى اكتشافها بعيون أهل الفن ونجوم السينما العالمية رغم تواضع وسائل الإعلام وعدم الترويج لها يؤكد ذلك. فهل ستعود هذه الأيام ويتفطن المواطنون والساسة لثراء بلادهم، أم أنها ستصبح أثرا بعد عين؟